السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسكندر اسم على مسمى، لصقها للعادية اسكندر. المهم البطل الجزائري تاعنا اسكندر عثمان راه فاز للمرة الثانية وبالميدالية الذهبية الثانية خوتنا اليوم في الألعاب البارالمبية بباريس. المهم غادي نشوفوا كيفاش فاز ولد بلادنا اليوم، وأيضا غادي نشوفوا واش تكلم في الأخير، غادي نشوفوا التصريحات تاوعه. تابعوا معنا حتى النهاية، لي لايك البارطاج، اللي ماراش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ما راهش مشترك يشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج. كثرونا من لي لايك والتعليقات باش يطلع الفيديو، واشتركوا كامل خاوتنا وخلونا نبداو. بسم الله. في المنعرج بلا شك المنعرج الثاني. نعم الان هذا المنعرج الثاني، هنا خدا الافضليه اسكندر. المهم راكم تشوفوا اسكندر البطل تاعنا كان متاخر، يعني كان في المركز الرابع خاوتنا، لكن في الاخير ولا في المركز الاول، فاز عليهم كامل ولا في المركز الاول. زيدوا تبعوا هنا خدا الافضليه. ان شاء الله يواصل المنعرج، ان شاء الله يواصل. نعم ان شاء الله يواصل ان شاء الله ان شاء الله. لا واضحه الامور الان، اسكندر بثبات نحو تتويج الميداليه الذهبيه. رائع اسكندر بسهولة كبيرة. راكم تشوفوا خوتي اسكندر بعد ما كان في المركز الرابع ولا في المركز الاول وبسهولة خوتنا. المرة اللي فاتت في سباق تاع 100 متر فاز في المركز الاول، وهذه المرة ايضا سباق تاع 400 متر خوتنا. زيدوا تبعوا نتابع الرقم حتى نشوف فقط يوسف رقم المحقق بالتحديد 47-43. مبروك للجزائر ميدالية ذهبية. رائع جدا اسكندر، وعد ووفى. وعد ووفى ميداليتين الحمد لله. المهم كما شفتوا البطل تاعنا الجزائري اسكندر عثمان فاز اليوم بالميدالية الذهبية الثانية. المرة اللي فاتت في سباق 100 متر فاز بالميدالية الذهبية الأولى، واليوم في سباق 400 متر فاز بالميدالية الذهبية الثانية خوتنا. المركز الأول دائما اسكندر اسم على مسمى. زيدوا تبعوا هذا شيء مطمئن جدا ورائع، ويضاف إلى الحصيلة لحد وبسهولة كبيرة بصراحة، يعني كان فارق يعني. المطر أثرت في ميس، واضح بأنه أثر على السباق بصفة عامة، وكان ممكن يشوفه رقم أفضل. 47-43 أعتقد أنه يعني توقيت ما نقولش جيد توقيته. يا درا خوتنا اسكندر ولد بلادنا راه فاز اليوم في فرنسا ورفع الرايه تاع بلادنا، وسمعنا قساما ايضا مره اخرى في فرنسا، والعاديان راهم هنا اللي سقت لهم. اصلا الاسم تاعه اسم على مسمى. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. شفتوا خوتي البطل تاعنا اسكندر كان في المركز الرابع، يعني كان متاخر، ومع ذلك فاز عليهم ولا في المركز الاول بكل سهوله. زيدوا تبعوا. يا درا خوتي اسكندر كان متاخر وفاز بالميداليه الذهبيه اليوم خوتنا، الميداليه الذهبيه الثانيه، هو اللي جاب الميداليه الذهبيه الاولى والميداليه الذهبيه الثانيه ايضا. زيدوا تبعوا. المهم هنا لحظة عزف الناشد الوطني الجزائري ولحظة رفع العالم الجزائري بعد ما فاز خونا اسكندر بالميدالية الذهبية الثانية. اسمعوا ولك العديان كحلو كحلو. كما شفتوا خوتنا خونا اسكندر عثمان فاز اليوم بالميداليه الذهبيه الثانيه في العاب البارالمبيه بباريس خوتنا، وفي هذا السباق تاع 400 متر كانوا مشاركين زوج جزائريين، الجزائري الاول اللي هو اسكندر عثمان فاز في المركز الاول، والجزائري الثاني نورمالمون كلاصه في المركز الخامس ولا الرابع على ما اعتقد. المهم احنا اللي همنا اسكندر عثمان وفاز الحمد لله، وخلى العديان لصقت لهم، لان اصلا اسمه راهم لصقها لهم بلا الفوز تاعه. اسكندر يا جدكم لي لايك وزيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا خوتنا هنايا
خونا اسكندر في 400 متر خوتنا. هنايا ها هو الجزائري الاول، ها هو كما راكم تشوفوا عبد اللطيف، والجزائري الثاني عثمان اسكندر جمال. يعني هذا السباق تاع 700 متر تاع 400 متر عفوا خوتنا، شارك فيه البطل الجزائري اسكندر عثمان وايضا البطل الجزائري عبد اللطيف. المهم البطل الجزائري تاعنا اسكندر عثمان كان متاخر، كان في المركز الرابع خوتنا ولا المركز الخامس، ومع ذلك في الاخير استطاع الفوز بالمركز الاول. يعني فاز بكل سهوله اليوم خوتنا، فاز وتحصل على الميداليه الذهبيه كما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا الانطلاقه، الجزائري الثاني راه في المركز الاخير خوتنا ولا راه في المركز الخامس. المهم حنا اللي خصنا اسكندر عثمان. اسكندر عثمان كما راكم تشوفوا ها هو البطل تاعنا اسكندر، هنا غادي يتغلب عليهم، هنا غادي يتغلب كما راكم تشوفوا. هنا حشاها لهم كامل، راه دريبلاهم كامل خوتنا. الجزائري الاخر راه في المركز الاخير نورمالمون، هنا ها هو اسكندر عثمان تفوق عليهم هنا، ها راكم تشوفوا بكل سهوله فات عليهم كامل، يعني اشعل فيهم من النار كما اسكندر تاع بصح. وهنايا كلاصه في المركز الاول، اسكندر عثمان يفوز ويتحصل على الميداليه الذهبيه الثانيه لبلاده الجزائر، ويرفع الرايه تاع بلاده ويشرف بلاده الجزائر. مبروك اسكندر، ومبروك لبلادنا الجزائر، ومبروك لكامل الجزائريين، وتحيه بلادنا الجزائر. 1 2 3 فيفا لجيري. المهم كما شفتوا معنا اسكندر كان في المركز الاخير كما قلت لكم، وبعدها مباشره ولا في المركز الاول. يعني اسمه اسم على مسمى، اسكندر اسكندر تاع بصح. قرضهم قرضهم خوتنا، شعل فيهم من النار. لي لايك وتابعوا معنا التصريحات تاع خونا اسكندر عثمان بعد الفوز اليوم بالميداليه الذهبيه الثانيه. ما احلى احساس، وكما قلت ما اجمله قسما. بور اون دوزيام فوا سا ما في فريمون بليزير، الحمد لله. قبل ما نجي وانا كنت وعدت اني نجيب ميداليتين ذهبيتين وخدمت عليهم، ما كنتش بزاف فرحان بالرقم تاعي باش نكون في مدحتكم في الصوره، لانه فري غاضني الحال. انا نحب توجور كي نجيب ميداليه ذهبيه نجيبها بالوقت ونجيبها بالنتيجه ونجيبها بكل شيء. المهم سمعتوا اخونا اسكندر عثمان قال لكم الحاجه اللي عجبتني، نشيد قسما ورفع الرايه تاع بلادنا وشرف بلادنا، وراكم تشوفوا يعني قال لكم انا ما عجبتنيش ارقام بصح معليش راني جبت الميداليات اللي وعدت بهم. زيدوا تبعوا بعد. لكن على العموم لما جبنا الميداليه الذهبيه استرجعنا طرف من برج ايفل، هذا هو الطرف الثاني من برج ايفل عاد جبناه خبيها وعندي في الدار انا اللي كان مخبيه، سي ليسونسيال دكا، وشوي تري تري ساتيسفي. ونقولها ونعاودها سام في فريمون بليزير دو ريبريزونتي ان تيل بيي كو لالجيري، تحيه الجزائر. شوف المهم سمعتوا خوتنا واش قال لكم اسكندر، يعني قال لكم رانا استرجعنا طرف من برج ايفل، هذه رساله لل راكم فاهمين، يعني قصفهم على مباشر وفي باريس في فرنسا، وقصف فرنسا جزائري والجزائري ما يخافش. زيدوا تبعوا رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه راهي تطور، حتى راكم تشوفوا في المستوى، شوفوا في المستوى، شوفوا في لي ميديا كيف يهضروا عليها هيتو. دونك نشوفوا شوف حتى ولي يكونوا طلعوا هبطة، حنا ما علينا غير نعاودوا، يمكن نعاودوا نسترجعوا انفاسنا، نعاودوا نشوفوا وين الاخطاء تاعنا، وين كاين اخطاء وين ما كانش، نعاودوا نشوفوا دوطر اتلات، نفتحوا ابواب الناس واحد اخرين يقدروا يقدموا لنا ميداليات، ما كانش غير اسكندر. انا تمنيت انه لو عندنا 10 ميداليات ذهبيه نجيب زوج وعند واحد اخر يجيب زوج، لماذا ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله يا ربي، حنا رانا متمنين كامل هادو العدائين ندعموهم، وان شاء الله ربي يوفقهم ودائما يشرفوا بلادهم الجزائر، كامل الشعب الجزائري رانا معاهم. احنا رانا متمنين ايضا باش ماشي غير اسكندر، يعني كيما راه يقول خونا لازم كامل العدائين يخدموا باش يجيبوا الميداليه، الخضره الجايه لازم نجيبوا 10 ميداليات ولا ماشي غير زوج. زيدوا تبعوا. نتمنى انتم ليك الاصدقاء يحققوا ميداليات ذهبيه واحد اخرين، ان شاء الله نروحوا كامل فرحانين الجزائر، واللي نكونوا احنا مثلناها تمثيل جيد ان شاء الله في هذه الالعاب. اهداف اسكندر المستقبليه يحسن من نفسه دائما، انا نقول لهم شوف شاك ايطاب تنجح فيها هي درجه بنيتها. دونك انا اليوم في طوكيو كنت عندي ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه، اليوم عندي ميداليتين ذهبيتين، كاينه واحد التصويره حاب نديرها صراحه. جبت ميداليتين ذهبيه في الالعاب في بطوله العالم، وعندي هادو اثنين ذهبيه وعندي الذهبيه، حاب نلبسهم ونصور بهم ملي كنت صغير، ونحب نحلمها كما يدير مايكل فيلبس هذيك. كلمه اخرى تحيه الجزائر. مايك كما شفتوا خونا اسكندر مريض خوتنا مريض، ها جزائري جزائري كامل مرضى كي من هكا. سمعتوا واش قال لكم؟ يعني قال لكم الميداليات كامل اللي فزت بهم غادي نديرهم ونتصور بهم، وهذه في وجه العاديين، يعني النهار هما عاسيننا ويتبعوا فينا. المهم كما شفتوا اليوم خونا اسكندر عثمان راه فاز في سباق 400 متر وجاب لنا الميداليه الذهبيه الثانيه. مبروك خونا اسكندر عثمان، ومبروك لبلادنا الجزائر، ومبروك لكامل الجزائريين. الحمد لله بفضل هذا البطل رانا عاود سمعنا قسما في قلب فرنسا، سمعناه المره الاولى معاه وايضا مع البطله الجزائريه اللي جابت الميداليه المره اللي فاتت بلا ما ننسوها نسيمه،
وايضا عاودنا سمعنا معاه المره هذه قسما وشتنا الرايه تاع بلادنا ترفع في سماء فرنسا في قلب باريس في قلب البلد العدو، والعاديين على بالي بلي سقط لهم، يعني اللي سقط لهم غير من اسمه اسكندر، اسكندر شحال فيهم من النار. المهم تحيه بلادنا الجزائر وربي يرحم الشهداء، وكما سمحتوا قال لكم تحيه بلادنا الجزائر، والحاجه اللي عجبتها قال لكم مي سمحت قساما، وحنا ايضا كجزائريين كنا متمنين نسمعوا قساما ونشوفوا الرايه تاع بلادنا ترفع في سماء فرنسا اكثر من اللي كنا متمنين تجيبونا ميداليات. شرفتونا وشرفتوا بلادكم الجزائر، ربي يحفظكم. المهم دائما رانا معاكم واقفين معاكم. لي لايك البارطاج، دعمونا الفيديو طلعوه، لي ماراش مشترك يشترك. بلا ما نوصيكم دعمونا الفيديو، كثرونا من لي لايك، كثرونا من تعليقات خوتنا باش ما يطيحوناش الفيديو. اشتركوا كامل، ما بقاناش بزاف نوصلوا 100000 مشترك، ماشي كي قلت لكم نوصلوا 100000 مشترك رقدتوا كامل، لازم نوصلوها خوتنا قبل ما ينتهي هذا العام. هيا نتكل عليكم خوتنا، ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.